بي ويل، العناية بالجميع. بي ويل برو 39 تونومتر معصم دقيق وموثوق به. بي ويل برو 39 جهاز مراقبة ضغط الدم الأوتوماتيكي، قياس دقيق لضغط الدم على معصمه. يوفر جهاز مراقبة ضغط الدم برو 39 الذي طورته شركة بي ويل سويس دقة احترافية ويتوافق مع معايير الجودة الأوروبية العالية. يتحقق المتخصصون في بي ويل من دقة كل شاشة 9 مرات. العناية بصحتك والتحكم في ضغط دمك أمر مهم في كل حالة. هذا هو السبب في أن بي ويل يوفر مقاييس توتير المعصم المدمجة للجميع. مع بي ويل قياس ضغط الدم سريع وسهل، فقط ضع السوار واضغط على زر واحد. بفضل تقنية أنتلكت كلاسيك يضمن الجهاز الضغط الأمثل في الكفة للحصول على قياس مريح. سواء كان ضغط الدم طبيعياً أو منخفضاً أو مرتفعاً، يوفر جهاز برو 39 قياساً تلقائياً ونتائج دقيقة. يتيح مؤشر اضطراب نبضات القلب الكشف عن مشاكل القلب في مرحلة مبكرة بعملية ضغط زر واحد. يصبح برو 39 تونومتر سهل الاستخدام، مجهز بالكامل في علبة بلاستيكية للتخزين والنقل. جهاز التونومتر بي ويل برو 39 مساعد رعاية صحية معك دائما. تتضمن مجموعة برو 39 جهاز مراقبة ضغط الدم، سوارا للمعصم، بطاريات AAA، حقيبة تخزين، دليل تشغيل. يتم تشغيل جهاز التونومتر بواسطة بطاريتين AAA. جرد معصمك من الملابس وقم بإزالة الساعات والمجوهرات. ضع السوار على الذراع على بعد 1 إلى 2 سنتيمتر من المعصم. ثبت السوار بإحكام مناسب وليس بشدة عالية. ضع ذراعك للأمام على الطاولة مع رفع اليد للأعلى. أثناء القياس يجب أن يكون السوار في مستوى القلب. لضمان ذلك يمكنك وضع يدك على حقيبة الجهاز. أثناء القياس يجب أن يكون الذراع مرخياً. اضغط على زر ستارت بدء. يتم أخذ القياس تلقائياً في غضون أقل من دقيقة. ستظهر الشاشة الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي ومعدل النبض. في حال اكتشاف الجهاز لنبض غير منتظم أثناء القياسات سيظهر رمز احتجاز اضطرابات نبضات القلب. قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على زر ستارت بدء. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عند عدم استخدامه لمدة دقيقة واحدة. يعد جهاز التونومتر بي ويل صغير الحجم وخفيف الوزن، مناسباً لأخذه معك. برو 39 جهاز تونومتر دقيق ومريح للمعصم، يناسب الجميع. تضمن بي ويل جودة خدمة الصيانة ومستواها العالي. يمكنك دائماً استشارة المتخصصين لدينا وشراء الملحقات المطلوبة. بي ويل، العناية بالجميع.